وحان كده دالي دونا اكتساب المال من غير حقه قفكو إنو مالك ككس بضو ميل حارانا اكتساب المال من غير حقه وحان اسكد يا قفك إنو حاران عنسيو مال حارانا مردو أدون كي جعليا هاي وماشي كقشا وكده بقل يو إيمان كقبطانو يا لنين وحان اسكد يا هورتا إنو حاران عنسيو مركو قفكو حاران عنو البابك إجابة والله حيرا سامة قشين قفك هدو حاران قوتا نغضو البابك أقبلاتو إيكا حيرانتا حديثك صحيحة هاد قرن إيسان معنيه إيسان ننكي لبنا إي صفر كقلي إي دول آنو عدنا كقرن إيسان هيدو كقرن ماتي عاو عد الله لي عدو كدبه إذا آن هيسنن لقد ودينا آن قرن إيسان أو تيمه بساسين أو شركو وبورد لي هاي oo cagaha boodka saaran aad yaabto tacabka kam muqdaana maanta dhibaato geed dabadi aanay ugu laabnayn bina aadmi u hungureeyana aan garanayn xagga ilaahay gacmaha u taageey faqala ya rabbi ya rabbi ya ilaahay u qayshaday allahu allahu yiri fama akaluhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu hadha waxaa lagu koriyay xaraam bay ahayd dharkan uu xiran yahay waa xaraam wuxuu cabi jiray waa xaraam wuxuu cuni jiray waa xaraam xaraan xaraan lagu daray weeyay intii uu ladnaa ilaahay xidhiir lama yeelan fa anna yastajab a'rif illaha fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda rasuulka alayhi salatu wa salaam wuxuu nabiga inagu yiri intaad ladan tahay ilaahay xidhiir fiican la sameeyso يعرفك في الشدة مركض أدقو سايمة قشوت دباط الله كولانتو أيو إلهين أكو أقوان سنة يكو قرمنا يا ولولا أنه كان من المسبحين للبث في السجن في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون والنبي الله يونس ووضح حسوستان بإلهي وحي إن الدرين سيي حبس قال لك لي ما لنتا حوت كاللوغر لقي حبس قال هدي آنو إنتو عافمات قبي آنو تصبيح ضبطين لهين هل كاسان كدين لها با إلهين إلى يومي يبعثون لكن محام أنت إلهي أوغو قرقاري مركي أولادناب تسبيح سنشري ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه يبعثون شوف الإبليس وخائن وي مرك أوغوه الرسوح إسكد يأينو قرمتك كاحرة meel gurmad kaaga yimaado inuu ka hor joogsado gurmadkuna waa ka ilaahay tabaaraka wa taala mar haduu gurmadkii ka xiro mar walba isagu gurmadkiisi uu keenayo rasaasta ka maranaysa ciidankii ba ka dhaawacmaya qaar way ka dhimanaya marka dambe maxaad sameynaysa waad isdiibaysa Soomaa wuxuu waxba sanam inay caabudaan ku hawlgeli maayo marka ugu horeysa waxaan isku dayayaa maalkooda inaan xaraan ka dhigo ما شيء حارانا عن كدرة كو تيد الله بعد وحن كدة دالي دونا الإنفاق في غير حقي مالك أو شقيستو هدو حلال بيا هاي إنه ميلا حارانا كبحيو ميلا حارانا هدا نقول تاجوا هاي إنه حاران يعني شقيستو وحن كدة دالي إنه ميلا حارانا كبحيو أما ميلا المناسب أهين إنه مالك كبحيو وقال الرسول كان عليه الصلاة والسلام حديث صحيحها لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ما أنت قيامة قف ولو بكت لقل أفر سؤال ودينتك جواب دونت سيد ديارسة جواب تيدا وحكم ذها مال كيسة من أين اكتسب وإلى أين أنفق لبدا سؤال ود بمال كلية مال كان هبلو حلقاتك شقيسي وكسب كهرو إبليس ودونين كاويرر كسب كلابالنا وإلى أين أنفق مال كان هالكيتكو بحسي يعني وحساب تيدا وحسابك يعني لقاسو جيا مسألة صدحات إيه أن كد ذال يبو إبليس وحن كد ذال يا إمساكه عن حقه ماشى مناسب كي حقه سا إنه كبخايلو هذا يسكن نقطه لقد أصلت كمان كبودينا حد يمحن مال خيرات أو أركو أدمو دم حان كل هذا
إن الرصاص لا دعيه ماشى خير كلا إنه مالك وكبحيه أيان كهر شوك سنة يعني إن إفك أنت أتشوكتو أتصدق هذا بحسه ووحيا لهم ما أنت سكرات الموت كوقوي ما دو وحكى له بحسوس ما يصير وحكى لي وكهر إيمانه يعني صدق هذا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق إبليس يوشاكي أسباب تقفك مؤمن كأيهو زمرة الصالحين كقمد نقضه وصدقته وحن كهر جوكسنا يا إنو قفك صدقته يستو الإمساك عن حق مركو حوله أرورية 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 وحق سنة كم ما نعو يضو كيتسن بو إسكيغتك يددك لا انتفاع سندونا وحولي إبليس مركو حرتي سوسو بن عيدا كيس الله اللي يحولي وشر كله لهذا تبع شر لما أنتي سدح راسه ما يدوى قلان أو في الصدى شر لما أنتي سدح راسه يتبعويهين أيو إبليس لعنة الله عليه هضبا وحال ياب ليا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور وحوحل ليا بقى نر رميسا دارت آخرة لبواريو وان هدنا وطبعانين تعب كيسي اوردنا قلين اياه دار الخلود دار الغرور دارتنا محام كلا غرور كي يدق مضالي تاسا وحل ليا بقى مر لو يديي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدنيا ذو محيك يعني نوم معناه الدنيا محاتها هاي نوم معناه بالقولي سحابي قص رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود والله يرحمه وحكي لي الدنيا هذان إذن معناه الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ويجمعها من لا عقل له الدنيا ذو سيدة بقى وحي قباد وطهي نمان قباد كالالهين وحي قري كالدكتا نمان قري آخرة سميسا أي قري موداء الدنيا ده وحي تعب يمال وطهي نمان تعب آخرة اسكوها اللينين الدنيا ذو وحي كايديو أرور صدا نمان عقل بضان اللهين الدنيا ذو والا طبع ذا لكن آخرة لقو إبسدا والا طبع ذا لكن آخرة لقو إبسدا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أي قول أتمي وحي كوي رهدين يا علي بل الدنيا ذا نو فسر الدنيا ذا نو معنى مركز أوحو كوي لي مصفة فاسم بان إذن كشر رحا مسأين يروقادي كرتان بان إذن شاقا ميان إذن قابيا مسوان إذن ديريا أطيل أم أقصر قال وحي رهدين بل أقصر ما هي إيه روك هوبان ونحفظيك رب الله وغشيك الدنيا ده قال علي رضي الله تعالى عنه علي وحويري حلالها حساب وحرامها عقاب دانا الدنيا دين كور رمو حلاش آد شقيستي حسابك الدنبيس وحرامها عقاب حرانتي دانا عقابك السجيس أو هدي آد ميالحون دي كشقيستي عقاب إلا يضحي أيوة الدنيا ده هدي عن كور رنا تذكر هرنا ويكور رمان وحلا كور رما أو كتبه القرآن إن سيدنا عيسى رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام أي وحى إلى هاي تسي الدنيا دي سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هبين كي معراجك لو تسي الدنيا ده سورة ده أي كذا بقى يلسي النبي الله محمد مركو دائما يسيري أملك الجليل لها أجن أيضا فالح وهبر وينه أي الله سمثله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أي الدنيا ده يدو مثال أي الله كان وحكوا إن مركو وايس ورايستان وسوي رأي مركو سيدنا عيسى وحكوا رأيت الدنيا في صورة عجوز الدنيا ده وحلا يهور كياني أيضا أم صورة أما صور قبودي هتما
أو إلكوه تشابين أو إلكوه كرمادين عليها من كل زينة وهذانا ولي أن طلح دقينة إسقرحينا إيسا مركزا وحان كو إيري كم تزوجتي الدنيا إمي ساد قرستي قالت وحيتي لا أحصيهم وما أنا كوبي كرا أنت عندك قرستي ما كوبي كرا كلهم مات عنك أو كلهم طلقوك أنت قرستي إحلاها أدو النقطي لما أنتم مياي دنتين مسوي كفرين قالت بل كلهم قتلتوا لما وحي أنيق إيجور سدي حلاها يقدر تي أنيق دلي بل توان سندوا تاريخ ذي براعة إمسا ديكتاتر وكبر تري أي بورا مهوس دود لقى صقر أيها حسوس ستان الدنيا دون إسكوها اللي يو إلهي إلا بي طبعاً سنادات كليه بالمسكح دي ندي بقول عليه. أنتي أدوية جورستي إسكو الله يسأي مدى عصارتي، لكذا صارتي. وحيد هذا المرك إني منك في الفلسفية ده عيسو ريان الدنيا ده. وحيد هذين وخبر جبوديو هل إلبا إلا هذا هاي؟ إيش أنا لكذا سأي كل هذا هاي؟ حق وجهك كماله. ويردي ساعة أنت هل إلما نويد شيء؟ كل بقف بي قبتها قعنت يدكون عدا. الله وا علمهايغي الله وا علمهايغي كرباي او قادا marka isha ku eegta xagga sare ayay garan wayda ay dalacday markaas ay iska turta kan kaygi maaha mid kale hadana soo qaada way dalacda abaar bay koolkoolisa kan kaygi maaha marka adduunyadu cida isku halaysay xageeda ismarisa ayadun ba marka dambe gowracda markaas sayidina ciisa wuxuu yiri buusan li azwajiki kuwa xilaka dhigtay liite الباقين أولي نول كوة الدنيا ذا إنا حلاكة نكتان دونية يحدنا أولي نول الله يغتر الله يعتبر بأزواجك الماضين مياي كعب رقاتان رقي هريد ليسي عدي حلاها كاردقتي كيف تهلكينهم سيدا أدو هلاكتي واحدا بعد واحد سيدا أدو هلاكتي لما أنتو طولوا مياي كعب رقاتان أيوه يخي marka adduunyada hadayno eegno meeqaan daradeeda soo afmeerimayno aad iyo aad bay u halbadan tahay waxaan ku soo khatimayna qisayro aad iyo aad u ajaayib badan qisayn badan baan halka ku hayaa laakiin waqtiga aad ay ururinaya waan soo koobay hal qisaan idin ku soo khatimaya qisadaas waxay ku saabsan tahay nin taabiciya oo loo oran jiray سالم بن عبد الله بن عمر شيخ وين بوها وحكم ذها تضبط أن مدينة فرديا علم الدين توحل جويد يتابع بوها وحاد عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب أياد عليه عالم وين بوها دين توحل جويد تضبط كشيء جن مدينة وقتها تابعين تأيوها علماء المدينة المنورة وحو يمي حجك سالم بن عبد الله بن عمر حجك يمي حرمك أيو يمي شيخ أمرك يصور أيان الدنيا ويس العسي لبقى أوير ير وآدي آدي آدي سوغ ضعيف أبو حنية هاي كبكر كرم أبو حنية هاي وحقا حصول لدى أبو جيران وحكا لو سارني مجيران وطواف أمرك todobadi dawaafka markuu dhameystay ee wacmaashi soo dhameystay boo kaacbada agteeda iska fariistay isagoo aad iyo aad ilaahay u bariyay waxa soo galay masajidkii xaramka hisham bin abdul malik oo ah amir al mu'minin fi hada al qarn hisham bin abdul malik oo waqtiga amir al mu'minin ka muslimiinta oo dhan ah ba xaramka yimiisna oo dawaafaya isna reer madiino ahaan jiray sheekhana way isiqaaneen oo dhalaanimadoodii bay soo wada barbaareen aqoontiisa iyo karaamadiisa iyo cilmigiisana waa garanaya ninkan hisham bin abdul malik waxa daba agugaya khalqi ilahay oo dhan dadkii gobolada kale ka yimi ee gaari kari waayay haddii halku ku nool yahay baani walbaaba failure iyo ujeeddo yar inuu ka dhameysto ayuu doonayaa inta uu xaramka joogo
intaa uu xaranka jooga waa la wada hareere ordaya dadku way daba ugaamayaan hishaam bin cabdilmalik waa boqorkii muslimiinta oo dhan markii uu isaguna camalkii dhammaystay dadku ay daba yaacaan nin walba uu doonayo inuu dantiisa ka dhammaysto ayaa wuxuu isha ku dhuftay saalim bin cabdillaahi bin cumar oo ha meel halkaas kelidii alluuban oon bini aadmi ag joogaaba jiray duruufta ka muuqatana aad yaabto waana isyaqaaneen waana dadka laga ducaysto de caalimi weyn weeye intuu dadkii oo dhan iska reebay yuu sheekhii u tegay sheekhu markaa qur-aan buu akhrisanayaa caalamka uma joogo salaamu calaykum kama radiino ma maqlayaba wuu iska ag fadhiistay marka bal intuu isagu maxaan ku dhaa uu ka soo noqonayo yacni dawaafka caalamka ruuxaaniyaadka uu ku jiro markuu sheekhu qur-aankii khatimay ee uu indhaha kala qaaday ayuu arkay boqorkii islaamka hor fadhiya hishaam binu cabdilmalik salaamu calaykum markaasuu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa la iska canqaaday waa raggii siqaanooda isla soo koray wuxuu arkay ninkii boqorka ahaa duruufta sheekha ka muuqata markaasaa wuxuu ku yidhi saalim nacam muddo dheer waa kala maqnayn waa kow xaaladaadana waan ka warhayaa duruuftaadana waan ogahay waxaan rabaa maanta haddii ilaahay igu kaasimay inaad wax iweydiisato maadaama aad garanayso boqorkii islaamka aan ahay wax iweydiiso maxaan kuu qabtaa maxaan kuu taraa maxaad odhan lahayd adigu wuxuu yidhi ألا تستحي من الله ميانا إلهي كحشانين أأسأل في بيت الله لغير الله ورما أنو قرقي إلهي تشوغا بان إد بن آدمي وحوي ديستا سيكو لطاي يان مرتئو أهي يان قرقي سي تشوغا ورما أنا حرم كي إلهي تشوغين ماشي وقوش رفض بن إد بن تشوغا محانو يمي أن أسأل الله تبارك وتعالى قصدي أن مدينة وقصة وكعي أن هل كان يمي berigaa ilaa gaadhi ma jirin aan u soo lugeeyay maxaan ku raashanay 450 kilometer waxay ahayd inaan ilaahay weydiisto ma anoo gurigii ilaahay joogo marti ilaahay u ah baa intaan weel qaata qarafaystaayo inta la ii soo wado maxaan ku dhacay casuumada baan guriga ku xigay yaa Allah wax siiyayna hadduu ninku yimaado adigoo hanti leh oo gurigaaga uu fadhiyo oo intaad u soo wado intuu sal fududaado uu baxo oo meelaha soo qarafaysto maxaad u arki lahayd wax liita soo maa wuxuu wariyaha hishaam aasalu fii bayti illaahi ligayri illaah ma ilaahay gurigiisii baan joogaa oon marti waaye miyaan cid kala baryaa warma dhacaysa kuwaa ku daba agugay haddaad wax u qabanayso dadku waa wax u tar anu halkan cidna waxba kuma weydiisto wuu khajilay iskaga tegay boqorkii ma fogaanine meel halkaas abuu fadhiistay wuxuu fiirinayaa markuu masaajid ka baxa sheekhu wuu xujeeyey markii hore soomaa bal waayo kolley sheekhu wuxun buu ku weydiisan doonaa masaajidka ay iskala baxdaan ayuu qorsheystay markii masaajidka laga baxa uu ka baxay sheekhu ayuu ka daba cararay hishaam baa ka daba cararaya markaasuu sheekhii soo qabtay rasuul saalim waadi xujeysay masaajidka waan ka soo baxnay wixii weydiiso markaasaa wuxuu ku yidhi amin sha'ni dunya amin sha'ni alaakhira xaalad adduunya wax kaa baryaa mise xaalad adduunya iyo mise xaalad aakhira hishaam wuxuu yidhi da'da an aakhira waxba kama hayo aakhira waxba kuma lihi adduunyada wax iga weydiiso markaasuu yidhi hishaamow adduunyada aad ii leedahay i weydiiso ilaaha abuuray weligay ma weydiisan adduunye weligay ilaahay ma baryin adduunye haddii aan baryo inay fasaahad ila soo gelayso ayaan garanayaa adduunye weligay ilaahay abuurayba ma weydiisan aakhiran waxba igama tari kartide nin ahay lugoyna danahaaga raacabuu ku yidhi sideebu marka sheekhii ku ambabixi marka waxay dhahaan culimmadu qofku markuu saahid noqdo ee adduunyadan aanu macno weyn ka soo qaadin adduunyadu iyadaa daba cararta
harkaagu miyuu ka haraya hadaad ka cararto uu ku daba cararaya harkaaga hadii aad eryatimiyad gaadhaysa uu ku sii horordayaa adduunyadu waa sidaas uun wallaahi baanad adduunyada intaad joogto qurus lagaaga qoray isagoo uu yaalo inaad dhimanayn ragoo quruska ee baa baxshay sharafta qiimeeya bay dhahdeen qurus ilaahay kuu qoray inaanad ka dhimanaynin adduunyada isagoo yaalla maalinta qurusku kaaga dhammaada baad ka dhimanaysaa laakiin maxay sharaftu tahay qaabka aad u raadinaysa un qaabka aad u raadinaysa un bay ku xidhan tahay marka adduunyada dadka saalixiinta ahi waxay u arkaan inaanay macno weyn sii lahayn dunida oo dhanna waxay ka cabireen inay tahay bad acmaasha saalixadana waxay uga dhigteen doon la raaco waa ta imaam shaafici gabayga uu ka tiriyo wuxuu yidhi إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عباد فطنا أرلغا وحاك وولد العقل له إن لله عباد فطنا ilaahay wuxuu leeyahay addoommo aad u caqli badan addoommadaas ina lillaahi cibaadun futanaa dalaqu dunyaa wakhaafuu fitanaa adduunyadan saddexdeedii dalaaqood bay u dhammeeyeen iyagoo ka baqanaya inay fitno ula soo gasho sayidina cali baa ka mid ahaa wuxuu odhan jiray yaa dunyaa gharri ligayri talaqtuki thalaatha laa rajcata laha adduunyo cid kale isu qurxi oo hud anigu saddexdii baan kugu furay wixii ilaahay iga kaa qorayna waay maayo anuun isu kaa dullaynin calaa raqmi anfik ayuu ii imanayaa wixii ilaahay ii qoray aniga i dullaysan maysid saddexdii baan kugu furay cidkaad adigu khiyaamaynaysa khiyaamayso talaqu dunya wakhaafuu fitana nadaruu fiiha adduunyadiibay indha indheeyeen falamaa calimuu markay go'aamiyeen oo garteen annahaa laysat lixayin watanan inaanay ruux nool aanu ku waarayn markay ogaadeen jacaluuha lujatan waxay shabaheen inay adduunyadu bad tahay waattakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna saalix acmaashii saalixad ahaydna waxay ka cabireen inay doon lagaga gudbayo ay tahay oo ninkan doontaa samaysan uu ku qarqoomayo marka adduunyadu sidaasay horta u macno daran tahay ilaahay abuurayna inoogu sawiray rasuulillaahi maxamedna uu inoo sawiray neef baktiyo lugta ka taagaya inay ilaahay agtiisa uga meeqaan daran tahay kuweysirta nolosha iyo meeqaan daradeeda fahma allah inaga yeelo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adduunyada macaankeeda laguma waaro ina iqtiraara bidullin zaa'ilin xamuqu in lagu dagmo hoosiis aan rasmi ahayn axmaqnimaa ku jirta inuu ruuxu noloshiisa oo dhan uu geliyo wax harkeedu zaa'il yahay oo sida harkoo kale gadgadoomaya intaasoo kale lagu kadsoomo axmaqnimaa ku jirta nin soomaaliyeed oo adduunyadan hareer walba ka eegay oo aad iyo aad ila caqli badan ayaa isla wuxuu yidhi isagoo gabaygaasoo kale ka dheegaya ina iqtiraara bidillin zaa'ilin xamuqu gabyaaga carabka oo kale sidiisa isagoo u gabyay wuxuu yidhi adduunyadan hadh baa lagu matalay amase hoosiisa haddaan hayla mooye wax kale laga haleelaynin nin habaar qabuun buu waqtigu kaga hallaabaa adduunyadan markaad eegta dhammaanteed laba kafan oo cadcadun baa kaa raacay soo ma adduunyadan hadh baa lagu matalay amase hoosiise haddaan hayla mooye wax kale laga haleelaynin nin habaar qabuun buu waqtigu kaga hallaabaa nin kaloo shaacir oo soomaaliya wuxuu isna leeyahay nin labaatan wiiliya nimaan weli la maanaanin lixdan nimay u foofteeya nimaan layli raranaynin mar haddaan ninaba laasanayn waxaa u laacaya maxaan kaga lulmoodaa adduun lumaya weeyaan adduunyadan waxaad tacabto tacabto tacabtaba
ما لها سنة يسيد أدو أنت أدون تبديد واحد دون تصمع وحاون كودن بين دونا إن لبا مرة أنت لقاقة دو دوبا دين لقاقة حية دادال كستها داد سميسو تعب كستها داد قليسو يدو قبيا أمبات كتغيس يدو قل دلولا لي وعد سلادة تلو هل كان محاد كو قفيسا تلو هل كان محاد كو أودا تلو هل كان محاد أيها الدو يدو أتكرنا قاقيسا قبيا دي يدو قون انتي قادو لغيد قلب نور با أود دي يدو قد انتلو حي نين قفي يمو يمجر الروح قنانا دا ninka ugu dadaalka badan ee waa ninka meelaha yar ee goldalooda meelaha qaar kood ka gaarsiya marka adduunyadu sideedaba waa qabyada joogtada aweeye waana taa ay culimada islaamka iyo ragii xikmadda lahaa ay tilmaameen wax la isku halayn karo iyo wax la aamini karo oo la dhigan karo raasamaalkaaga oo dhan inaanay ahayn إلهي بانا هدب حقيقة أهان أغور رمي حقيقة الدنيا الدنيا يمحاتها إلهي وحو كسفي الدنيا دو إنا إتاي غرارة إنتان عقلك آن لحين بيدكتا وحو إلهي قرآن كيس كويل سبحانه وتعالى يا أيها الناس مخلوقا بنا آدمك أهو إن وعد الله حق إلهي بلن كيسو وحقيقة وحا إلهي إذين شيغيو وابيا كما ربعانك ورك إلهي شيغيو وحكا طبا إمانا يو بيني مجران خبر كي رنت أهابان إذين شيغيو با إلهي إلي دغو ورك حقيقة أها الرسمك أها آن إذين شيغو إن وعد الله حق إلهي بلن كيسي يبوهي سوا حقوي فلا تغرنكم الحياة الدنيا وحقيقة دردارنا الدنيا ذو وي دكتا وي هو ساسسا وي خيام بضنتهاي اسكتشرا لا تغرنكم الحياة الدنيا نولوشن الدنيا ذو يي إذن خيامين يي شر إذن كتلاب صنن ولا يغرنكم بالله الغرور يو إذن دقن إلهي إذن كخيامين شيطان كوحدك يو إذن كخيامين إلهي تبارك وتعالى حرير كيسا إيا إنا إلهي كحرانتان يو إبليس آن دنتين نوذن إذن كالدحق لنبا إلهي وآن الدردارن يدقنين من الله تبارك وتعالى مركو إلهي لدردار من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.